السلام عليكم، معكم احمد او نيمسيس. جبت لكم لعبه ديترويت بيكم هيومن او ديترويت نحو الانسانيه. طبعا بختار اللغه العربيه عشان الكل يفهم. طبعا بختار المستوى الخبير اللي هو اريده الانغمار في اللعب باستخدام التحكم المتقدم. اي خطا يؤدي الى فقدان الشخصيه. اوكي، هذه اول شخصيه، هذا المحقق. لا، خطير والله. طبعا هذول آليين مصنوعين من شركة اسمها اندرويد، او يسمونهم اندرويد، شركة سايبرز ما ادري ايش. المهم ان ذكاهم فائق ويدوم مهمات ولا عليهم من شيء، زي البشر يعني، بس ما فيه العواطف والاشياء هذه. الحين يقولون لي تحرك. اوكي، شوف الصورة دي. اخذ فيليب زيون، البنت صغيرة، هذه العائلة أتوقع. طيب، في سمكة هنا، إيش السالفة؟ أرجوك انقذ بنتي الصغيرة. أوه، هذه إيش فيها هذه؟ استنى، أنت هتبعت أندرويد. تمام يا أستاذ. ما تقدرش تعمل ده. هذه ما تبغاني أجي أنا، لأني أندرويد حتى أنا، تقول تبغى انسان يجي يحقق وينقذ بنتها. اعثر على الكابتن إيلين. طيب اصبر يا شباب، خلنا ننقذ السمكة ذي. اوكي، اوفر ماي جازم، ايش هذا؟ ترك انقاذ. لا والله انقذها يا اخي، مسكين. ايوه، ترك المهمة الرئيسية جاي ينقذ لي الاسماك و... ما ادري ايش جوه صراحة. طيب اعثر على الكابتن إيلين. والله عصبي الكابتن. السلام عليكم يا شباب. طلبتني انت، ناديتني، ايش في؟ كيف اروح له؟ اكس، تحدى. اسمي كونر، انا الاندرويد اللي بعته سايبر لايف. اي سايبر لايف، هذه بيضرب نار على اي حاجه. اوف، اسحب علي. ايش الكلب من رجالتي ولا قاعد تكلمني الحين؟ هم على طرف البلكونه. طيب هتقع يا ساتر. مش هتقع. اسم متغير، سلوك متغير، صدمه عاطفيه، شفره التعطيل. خلنا نسأل عن شفرة التعطيل. جربت شفرة التعطيل بتاعته؟ دي أول حاجة جربناها. أدري أدري، بس أتأكد يعني. طيب سلوك المتغير، صدمة عاطفية. صدمة عاطفية. فعالية خلال الفترة الأخيرة؟ اسمع. اسمع أنت. إنقاذ البنت دي هو الأهم. خلاص بنقذها، تقعد تعصب علينا يا ورع. يا إما هتولى الأمر. أنت القذر، أنا اللي بتولى الأمر، واحترم نفسك. يلا. الله العظيم، كابتن آخر زمن ذا. حاول فهم ما حدث. انقذ الرهينة مهما كلف الثمن. طيب مهمتنا ان ننقذ الرهينة، بس وين الرهينة؟ حاول فهم ما حدث. طيب اوكي، شيء اصفر هنا، خلنا نشوف. تحليل. نحل شنطة المسدس هذه. رصاص. ايش قال؟ وزن الطلقة، السرعة، القوة، ذخيرة. اوكي، ذخيرة المسدس. طيب المسدس، مسدس صقر اسود، اعادة البناء مربع. اوكي، وش السالفة؟ استخدم التور تول مراجعة الاحداث. هذا اللي صار هنا، وش صار؟ اوكي، وش المثلث هذا؟ المتغير اخذ مسدس الاب. المتغير، منو المتغير؟ ليش يتغير علينا يا اخي؟ ما له داعي. اوكي، خروج. مش بس كذا يعني. احتمالية النجاح 51%. عثر على معلومات. تمام، عليكم شباب، خلني بس ابحث عن معلومات زيادة. وش الجثة دي اللي هنا؟ فتش غرفة الرهينة، حاول فهم الحدث، قم بفحص الضحايا. وش الضحية دي؟ سلامات والله، ولا ميت ذا، الله يرحمه ان شاء الله. شوف هذه طلقة هنا، جرح بطلقة 355، نزيف الشعيبات العلوي، استرواح صدري، قصدهم نزيف صدري. هذه الطلقة اللي قبل شوي شفناها، متغير شكلها، اللي يقولون عنه اخذ المسدس وقتل ذا، بس من هو ذا؟ جرح بطلقة، ثقب في الكلية اليسرى، جرح مميت في البطن. يا ساتر، الله يكفينا الشر. هذا وش هو بعد؟ جرح بطلقة، نزيف الشعيبات السفلي، نزيف داخلي. الله يكفينا، من أنت يا رجل؟ أوه.
تعال. فيليبس جون. ها هذا اللي قبل شيء شفناه في الصورة، لا كنا الأب. والله شكل الأب. خلنا نسوي إعادة بناء. التو آر تو. أوف أوف أوف. استخدم الذراع علامة تحريك الكاميرا. أوه. إعادة بناء الأحداث. يبغى لي اشحن اليد بس ما علينا يمدينا نلعب. اوكي من اللي رماه؟ طيب مع ايباد صح؟ كان الاب يحمل جهازا ما. اوكي اعطاه طلقات. اوف 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 الجلد. وين راح الايباد؟ اوه شوف الايباد هناك. اكتشفنا ايش؟ طيب اطلع. الله يرحمك ان شاء الله كذا الحياه و... ما عليك كلنا بنموت. وش هذا؟ قم بسحب لوحه اللمس للتفاعل. اسحب يا مدير. المتغير كان سيستبدل. المتغير شكل الاندرويد حقهم اللي كان معهم من اول وكان بيتغير. ولقد فتحت حوارا وجرانا مفيدا في العاده. اوكي اسلم. لا حد يرمي يا شباب اصبروا. خلاص بجيكم بعد شوي اصبروا شوي. هذه غرفة البنت الصغيرة اللي قاعد تبكي عليها هذيك العجوز اللي طالعة. لا ما نبغى نسمع ايش هذا. فحص. تشغيل. دانيال احلى اندرويد في العالم. قول هاي يا دانيال. اهلا. اسم المتغير دانيال. هذا اللي اللي قتل الاب وماسك البنت الصغيرة رهينة. طيب طيب كانوا اصدقاء. ايش السالفة؟ زعل شكله عشان الاب كان بيستبدله عشان كذا قلب عليهم. لقد فتحت حوارا مفيدا. طيب وش قاعدة تسمع لي؟ طرب. طفلة لم تسمع صوت الطلقات. اوكي يعني انغدرت البنت ما كانت تدري ان في رمي وما رمي. اوكي يا شباب نفتش زيادة هنا شوي. اسمحوا لي في ضحية هنا. اوه هذا شرطي. شرطي ديترويت كان اول المستجيبين. والله مسكين ذا. في طلقة هنا نحللها. جرح بطلقة 355 ثقب في الصمام الايمن للقلب نزيف داخلي. يا ساتر. والله شيء مخيف صراحة. ايش هذا؟ انتوني وقت الوفاة مقدر 8.3 دقائق. ايش هذا؟ طلقة طلقة واحدة فقط. استفينات الرصاص. يعني هذه اثار الطلقة ان معناته كان مع مسدس خوينا ذا. شوف هذا المتغير. اوكي رماه. الشرطي الشرطي اصاب المتغير. طيب بعدين ايش في؟ هنا في شيء. الضحيه شهدت اطلاق النار. هذه البنت الصغيره. اوه انا جتني طلقه. قصدي الشرطي جته طلقه. والله المسدس تحت الطاوله. حدد موقع السلاح. اوكي اوكي تعال تعال حبيبي تعال. اصبروا يا شباب اصبروا شوي. في سلاح هنا انتم ما تعرف تدورون. شافني ذا. خلنا نعطيه المسدس. اخذ ارجع. قانون الاندرويد الامريكي يمنع الاندرويد من حمل اي نوع من الاسلحه واستخدامها. اخذه ولا رجعه؟ يا ابوي حطه في الجيب. الدنيا حوسه ما حد درى. يمكن يفيدنا بعد شوي. اوكي لقد فتحت حوارا وجرى مفيد. طيب حلل. اوف قاعد يهدد ذا. نتذوق السائل هذا. دم ازرق حديث اصيب الاندرويد. اوكي دم الاندرويد ازرق. نموذج المتغير بي ال 600 نظام قديم. انا ار كي 800 والله اني جديد. انا اخر موديل. ذهاب للخارج. يلا ندمر القاصف ذا. انا في مجال التصوير. اح لان شكله رماني. ما تقربش مني والا هنط. لا ارجوك انا بتوسل اليك.
والله مشكلة دي. والله وضع كارثي يا رجل. اسمع انت الحين قول لي اسمك. تعوذ من الشيطان. اسمي كونر. ازاي عرفت اسمي؟ انا اعرف كل شيء يا حبيبي. انا جاي عشان اخرجك من هنا. قرب منه. لا 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 لا، خلال توازن متغير. شو العفسه ذي يا اخي؟ لا تخربون شغلي، خلني اركز. يا العنب والمبزره، ليه يعني مناديني وجايين؟ ايش تبي؟ تحرير رهينه، طمأنه، تعاطف، خلنا نطمن نكذب عليه. انا مش هاذيك. انا مش هاذيك يا شنب، عاوز اتكلم بس. انا مش عايز اتكلم. شوف خلاص، فات وقت الكلام، فات الاوان. ما في شيء فات. اوه شت، اقول له الحقيقه ولا اكذب عليه؟ اكذب اكذب. ايوه لا، قلنا الحقيقه. ما تتحرك شوي الا. يوه ابشر ابشر، الله ارميه الحين خلاص. انا بغيت اكذب عليه والله. طيب ما هو مشكله. سبب محتمل ايما، وانت واقعي معطوب. خلنا نقول عن ايما وانت. انك كنت قريب من ايما. انت فاكر انها خانتك لكنها ما عملتش كده. كذبت عليا. احتمالية النجاح 84. حلو حلو حلو. بس كنت غلط يا اخي، احنا آليين، لازم تفهم انت. كل البشر تماما. دانيال لا، ايش الدراما ذي يا دانيال؟ خلاص فك البنت وروح، انت قديم. كنت فاكر انهم هيبدلوك عشان كده اتضايقت. نعطي السبب المحتمل. انا حصلت صح، افتكرتني فرد من العيلة، افتكرتني. توازن المتغير. حلو حلو، بننجح ان شاء الله. لعبة. طيب ما لا يخلصوا منها لما يسمع. تخيل السيارة بتتكلم أجل. واقعي ولا لومي ولا تعاطفي ولا معطوب؟ خلنا أكون مع معطوب. يلا عندك مشكلة في السوفت وير. سوفت وير يا شنب، وكل حاجة عندك مشكلة سوفت وير تحتاج تعديل. يلا شغال بشكل هاي، تحتاج أف أف. نزلت نزلت النسبة كل حاجة. عمري ما أسمح لحد يهني تاني. أنا لازم أهدي هذا عشان لا يرمي البنت، لأن الهدف الرئيسي إني أنقذ البنت هذه. مش قادر أستحمل الإزعاج أكثر من كده. قول الهليكوبتر تبعد عن هنا. أبشر أبشر، الحين أقول له قبول الطلب. يلا هش يا شباب. اتفضل. أوكي، ارتفعت النسبة ل 99%. فرصة أخيرة، ثقة منطقي. خلنا نقول له يثق فيني. انت لازم تثق فيا يا دانيال. سيب الرهينه تمشي، واوعدك ان كل حاجه هتبقى تمام. اوكي، انا عايز الكل يمشي، وعايز عربيه. والله طلباتك كثيره يا اخوي، لكن انت الحين مساومه رفض. خلنا نساوم معه. ده مستحيل يا دانيال. سيب البنت تمشي. سيب البنت تمشي، واوعدك ان انت مش هتتأذي. اوكي، احتمال تنجح. مش عايز اموت. ما راح تموت، طمأنة طمأنة. انت مش هتموت، احنا بس أيوه. هنتكلم نتكلم والامور طيبة 100% نسبة النجاح الحمد لله. فك البنت اخلص. تمام. ايوه انا واثق فيك. ابد ابد، مالك عندي الموضوع. بس نزل البنت. يعطيك العافية، تعال نتكلم يا شنب. اح ليه؟ اوف اوف، ليه يرمونا يا شباب؟ انا المحقق، ايش تبون؟ لان ام التخريب. تبت علي يا كوم. انت تبت علي والله. تفنش وحش في النظره والله يا ولد، حسيت اني حقير. همش البنت انقذتها، بس نجحت المهمه. اشكر اشكر ام الثقه بالنفس يا كونر. يا والله جامد اللعبة يا شباب، هذا اللي كان عندي اليوم يا شباب. علموني إذا عجبتكم اللعبة، وعلموني إذا تبغوني أستمر. ها خلنا نشوف المخطط قبل. هذا مخطط انسيابي المشهد. حسنا، تم ربح جائزة. بداية المهمة، انقذنا السمكة، تحدثنا إلى الكابتن، أبحث عن أدلة، فحصنا جثة الشرطي، فحصنا جثة الأب، معرفة سبب الحادثة، معرفة اسم المتغير، أخذ مسدس الشرطي، وش القفل الأحمر اللي تحت، فحص حقيبة المسدس، بعدين ذهبنا للخارج وإصابة عظم الفرقة، هذا ما علينا منه، مواجهة المتغير،
تعاملنا بلطف وارسلنا الهليكوبتر بعيد وكنا صريحين بشأن المسدس ما كذبنا عليه، بس كذبنا على المتغير في سالفة الثقة وبنينا مع ثقة وخلينا يفك البنت وقتلوا القناصين. هذا اللي كان عنده اليوم يا شباب، إذا عجبتكم اللعبة علموني عشان استمر، ولا تنسوا الدعم والاشتراك واللايك وانشروا المقطع لأخوياكم، وبإذن الله راح استمر معكم. كان معكم أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.